بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه. اهلا بيكم يا اصحابي، والنهارده انا رافل هعلمكم حرف ال. ال ال بيتكتب بشكلين، شكل ماجسكيل وشكل التاني مينسكيل. يلا في مجموعة الكلمات. اول ما نروح ننام بننام على عل. لي لي لي، ادور معي لي 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 لي، ردوا معي. قبل ما ننام بنشرب لي لي لي، ردوا معي لي لي لي. ما ننساش قبل ما ننام نطفي اللامب لامب لامب، ردوا معي لامب لامب لامب. هناخد اتنين حيوانات بحرف الالف. اولهم اسمه لابان لابان، يعني ارنب، رددوا معي لابان 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 لابان. ملك الغابة هو ليو 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 ليو. ولا تدربيت. السرير هو غافو غافو لي لي. الحليب غافو غافو لي لي. قبل ما ننام ما ننساش نطفى ايه غافو غافو، ما ننساش نطفى اللامب لامب. الارنوب اسمه ايه غافو غافو لابان لابان. والاسد غافو ليون ليون. شكرا لكم جدا يا ناس تابعتوا الحرف ده، اشوفكم الحرف الجاي كمان. كان معكم رافا فريد اغفاق.